أفاد ناشطون بأن 70 مدنياً على الأقل استشهدوا أمس السبت وأصيب عشرات آخرون في قصف روسي بالقنابل العنقودية. استهدف مدينة القورية بريف دير الزور الشرقي وبحسب الناشطين فإن المدينة تخضع بالكامل لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ويقطنها نحو 70 ألف شخص. وينضم إلينا عبر الهاتف من تركيا جلال الحمد مدير مرصد العدالة في دير الزور. مرحبا بك يا سيد جلال لو تضعنا بدايه في تفاصيل القصف الروسي على مدينه القوريه آه، نعم هذا القصف هو من اعنف العمليات التي استهدفت محافظه دير الزور في الاونه الاخيره بلده القوريه تقع شرق محافظه دير الزور هي تخضع لسيطره تنظيم الدوله من تنظيم إلى دير الزور طبعا القورية لها تاريخ في الثورة السورية وهي من أوائل البلدات التي خرجت في الثورة السورية. القصف استهدف مناطق مأهولة بالسكان منازل للمدنيين وأيضا أحد أحد الصواريخ سقط بالقرب من جامع الإيمان. القصف كان الساعة الثانية عشر ظهرا أي وقت الذروة وقت خروج الناس إلى الشوارع وأيضا قبل صلاة الظهر بقليل وهذا الموعد يتجمع فيه المصلين في الجوامع هذا الوقت وهذا هي الكثافة بالقصف أدت إلى سقوط عدد كبير جدا من الضحايا ما زال التوثيق مستمر لأن ما عدد كبير جدا من الجرحى حالاتهم حرجة كما ذكرتم العدد قد يصل إلى 70 شهيد هناك عدد كبير من البيوت المدمرة عدد كبير من الأطفال والنساء بين الضحايا سواء من الشهداء أو من الجرحى طيب ما هي استعدادات المستشفيات الميدانية في القورية وكيف تعاملت مع الأعداد الكبيرة للشهداء والمصابين الحقيقة أن النقاط الطبية المستشفيات المستوصفات في كل محافظه دير الزور في كل المناطق الخاضعه علي سيطره التنظيم هي ضعيفه جدا بعد ان منع التنظيم عمل المنظمات الطبيه منذ دخوله هذه المستشفيات وهذه النقاط الطبيه غير قادره علي استقبال الكثير من الحالات الحرجه وغير قادره ايضا علي استيعاب هذا من الشهداء وهذا الكم من الجرحى والاصابات هناك اصابات كما قلنا خطيره هناك تقطيع هناك اشلاء اذا النقاط الطبيه والمستشفيات غير مستعده على الاطلاق نعم شكرا لك جلال حمد مدير مرصد العداله في دير الزور شكرا لك ونبقى في الشأن ذاته حيث دان الائتلاف الوطني ما وصفها بالجريمة النكراء التي ارتكبتها الطائرات الروسية في مدينة القورية وقال الائتلاف في بيان له أن القصف على القورية كان متعمداً وذلك لتغطية فشل روسيا في تحقيق أي شيء يذكر على الأرض مؤكداً أن الهدف من هذا القصف هو إسقاط أكبر عدد من المدنيين بحسب الائتلاف